يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، من أسباب إجابة الدعاء الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فأين نجعل من أسباب إجابة الدعاء الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فأين نجعل هذه الصلاة؟ هل هو في أول الدعاء أو في ختامه؟ سمعتم الحديث أنه يثني على الله أولا ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدعو بما شاء. نعم.